هذا الريبوندر اللي ديما على ذمتكم، نحبوا هكا ديما نسمعوا اصواتكم واقتراحاتكم، وتنسالك على مسلسل حفره نفهموا علاش وقف، ونقولوا النسمه تعاودت تعدي لك المسلسل مادام يعجبكم ومادام تتبعوا فيه. نمشي لقايد هذايا، لقايد كوجينا. وقايد كوجينا اليوم في وقايد كوجينا باش نقترح حاجه بنينه ياسر ياسر، طاجين سبناخ. طاجين سبناخ يعجب برشا ناس، لكن يقول لك صعيب باش نعمله، وهو سهل برشا، فوائده ياسر كبيره. السبناخ عنده برشا فوائد، اهمها محاربه السرطانات، لطف عليكم الكل. محاربه السرطانات كما سرطان الجهاز الهضمي، سرطان الجلد، عافانا وعافاكم الله، يقوي وظائف جهاز المناعه، معناتها المناعه نتاعنا تقوى، ينظم ضغط الدم، يحسن الهضم، يقوي العظام، به الفقر الدم، يعاون في تنقيص الوزن زادة. دونك الطاجين باش نستحقوا له زوز احياء العظم، 300 غرام سبناخ، 200 غرام لحم مفروم، 150 غرام جبن مرحي نوعيه باهيه، تنجموا تخلطوا اكثر، حتى اكثر من نوع من الجبن. المهم تردوا بالكم ما تاخذوش شكل بريباراسيون اليمونتير اللي هي ماهيش جبن. مغرفه زيت، ملح، فلفل اكحل، مغرفه قهوه كركم، ومغرفه قهوه راس حانوت، ومغرفه قهوه زبده. ناخذوا مقله، نحطوا الزيت واللحم، نفوحوه بشويه ملح وفلفل اكحل وكركم وشويه راس حانوت وشويه ملح، وردوا بالنا الملح خاطر السبناخ ملح، دونك في التمليح تردوا بالكم. نقلبوا مليح اللحم هذاك يطيب، يبدا معناتها واقف على الزيت وما يبداش فيه طرف ماء والكل. نخليوه على جنب ونحضروا السبناخ، نغسلوه مليح، نقطروه، نذبلوه في مقله، نذبلوه بشويه هكا، نحطوا طرف الزبده وملح وهذو فلفل اكحل كيما العاده، نقول لكم الملح باقي شويه شويه. من بعد ما نذبلوه نجموا نعصروه مليح ماك الماء ونقصوه جيد، وباش نعاودو نحطو له هكا الزبده هذيك، نخليوها لين يولي هكا طايب بنين، معناتها شايح ما فيهش الماء مريقل. نزيدو اللحم المفروم، الجبن اللي احنا حطيناه، نقصو نفقصو العظم في الصحفه، ونخلطو الخليط نتاعنا هذايا الكل. العظم نحطو له طريف قارص باش ما تبداش فيه الزفوريه. الخليط نزيدوه شويه فلفل اكحل، ونتفقدوا نشوفوا ملحو اذا كانوا به سافا. نخلطوا نحطوه الطبق نتاعنا، ندهنوه طريف زبده، ونخلطوا بالكدا ونحطوا الطاجين في الطبق. بعد ما نحطوا الخليط نتاعنا، نحطوا الكوشه نتاعنا 180 درجه ونخليوه يطيب، ونتفقدوه، وتلقاو الطاجين نتاعكم طايب بنين ياسر ياسر ياسر. دونك هذه وقايد كوجينا، وهذا الاقتراح اليوم، طاجين سبناخ.